أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صرح مسؤول عراقي بأن القوات العسكرية العراقية وطائرات التحالف الدولي نفذت عملية عسكرية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غربي بغداد، وتمكنوا من قتل 3 أفراد من أفراد داعش. هذا وجاءت العملية ضمن سلسلة من العمليات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لمطاردة داعش استعدادا لانطلاق عملية تحرير راوة والقائم، آخر معقلين للتنظيم في العراق. أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق أن حوالي 400 مقاتل من داعش، من بينهم العديد من الأجانب، استسلموا في غضون شهر في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن والتي حررت مدينة الرقة بالكامل. حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية أندرو باركر من تزايد خطر الإرهاب في بلاده هذا العام إلى مستوى لم يكن موجودا من قبل، مضيفا أن الهجمات يمكن أن في بعض الأحيان أن تتسارع في بضعة أيام قليلة، بدءا من الفكرة مرورا بالتخطيط وصولا إلى التنفيذ. دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف حملة القمع الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة التي يشنها جيش ميانمار ضد أقلية روهينجا المسلمة، والتي تسببت بأسوأ أزمة اللاجئين في المنطقة منذ عقود. وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة، فقد فر من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة 582 ألف مسلم من الروهينجا. استقال مدير قسم التلفزيون والسينما في شركة أمازون ستوديوز روي باريس بعدما واجه ادعاءات بالتحرش الجنسي شبيهة بتلك التي واجهها المنتج هارفي وينستون، بحسب ما أكد متحدث باسم الشركة. وكان برايس منح إجازة مفتوحة الأسبوع الماضي بعدما اتهمته منتجة تلفزيونية بالتحرش بها وأنه أسمعها تعليقات بذيئة. كشف بحث طبي أن السكر يوقد الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، كما أنه يجعل الأورام أكثر خبثا. ودرس البحث ظاهرة صحية تعرف بتأثير ويربرغ، حيث تقوم هذه الظاهرة على استهلاك الورم السرطاني للجلوكوز لأجل النمو. وركزت الدراسة على قيام الورم بتحويل كميات أكبر من السكر إلى حمض اللاكتات مقارنة بأنسجة أخرى من الجسم. فازت الطالبة عفاف رائد شريف من فلسطين بلقب بطل تحدي القراءة العربي 2017، كما فازت مدرسة الإيمان من البحرين بلقب المدرسة الأكثر تميزا في الوطن العربي. وتنافس اليوم في مدينة دبي 16 طالبا وطالبة على جائزة تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، إضافة إلى 6 مدارس على جائزة أكثر المدارس العربية تميزا. ختم الموجز، شكرا للمتابعة. We'll be right back.